قم بشراء أجمل الملابس الرياضية من موقعنا واحصل على خصم 5%. أجمل القمصان بأقل الأسعار وبجودة عالية لا يمكن أن تجدها في متجر آخر. رابط الموقع وكود الخصم في صندوق الوصف. اختير المهاجم المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك أفضل لاعب داخل الفريق المصري خلال شهر فبراير منصرم نظيرا ما أنجزه اللاعب من عروض مميزة أتاحت للأبيض التتويج بلقبي كأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المصري أيضا. وأعلنت الحسابات الرسمية للزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فوز بن شرقي بهذه الجائزة، وهو ما اتفق معه معظم أنصار الفريق الأبيض مؤكدين أن الدول المغربي قدم الكثير وجلب الإضافة لكتيبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون. وأحرز مهاجم الهلال السعودي السابق هدفين في شباك الترجي التونسي ضمن كأس السوبر الإفريقي قبل أن يحرز هدفا في مرمى ذات الفريق ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما زار الشباك الأهلي في مناسبتين خلال كأس السوبر المصري. ويستعد بن شرقي مع فريق الزمالك لمواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي ستقام الأسبوع القادم على أرضية ملعب راديس أمام الترجي متسلحين بالفوز ذهابا بثلاث أهداف لهدف. وكان اللاعب المغربي سابقا قد احرز نسخه سنه 2017 من المسابقه رفقه الوداد الرياضي قبل انضمام الى الهلال بحوالي 5 ملايين دولار ثم خوض تجربه الاعاره في صفوف فريق لانس الفرنسي. أكد أمين حارث لاعب شالكا أن مواجهة فريقه أمام بايرن ميونخ مفتوحة على كافة الاحتمالات، مشيرا في الوقت نفسه لأن الأزرق الملكي ليس لديه ما يخسر أمام الكتيبة البافارية يوم الثلاثاء القادم ضمن ربع نهائي كأس ألمانيا. وأوضح الدولي المغربي في تصريح للموقع الرسمي لديه بالقول كل شيء ممكن، قبل سنتين انهزمنا في نصف النهائي أمام إنتراخت فرانكفورت وهذا الأخير تغلب في المقابلة النهائية على بايرن ميونخ، سنرى ما سيحدث، ليس لدينا ما نخسره. كما أشاد المغربي بزميله سيردار متمنا العلاقة التي تجمع بينه سواء داخل وخارج الملعب. وسينازل شالكا بايرن ميونخ بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين في دوري الدرجة الأولى الألماني على يد لابزيك بخماسية نظيفة وأمام كولن بثلاث أهداف دون مقابل. وأضاف اللاعب أن أسلوب لاعبي يعرض للخشنة في التدخلات من طرف المدافعين، مضيفا أنه يحاول مواجهة ذلك بالعمل الجاد من أجل التفوق في النزالة الثنائية والاهتداء إلى المنافذ المؤدية إلى مرمى الخصوم وشباك المنافسين. وقال الدولي المغربي الخصوم يدافعون أمامي الآن بقوة أكبر، لكنني سأواصل العمل الجاد، من المهم أن تحاول القيام بأشياء جديدة في المناسبة القادمة قد تنجح وتسجل، إنني لن أتوقف عن المحاولة. وأضاف إنني أتعرض في كثير من الأحيان للأخطاء ليقع في زحفي، لكن الأمر جزء من أسلوب اللعبة، أحرص على عدم الوقوع ضحية الاستفزاز ونيل الطرد وترك فريقي يلعب بعدد منقوص، الأهم هو أن أظل مبتعدا عن الإصابات. ودشن حارث الموسم الكروي الجاري بأمثل صورة وأجمل طريقة من خلال أهدافه وتمريراته الحاسمة ناجحا في فرض نفسه كأحد الركائز الأساسية للفريق قبل أن ينخفض مستواه في الآونة الأخيرة مع الأزرق الملكي. تألق اللاعب المغربي صنصيري في مباراة فريقه أمام أوساسونا لينجح فريقه أشبيلية في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري الإسباني. ويعيش مدرب الفريق لوبيتيغي تحت الضغط بعد تراجع مستوى أشبيلية في الشطر الثاني من الموسم، كما أن التقارير بدأت تتحدث عن إمكانية إقالته. وعاد صنصيري لينقذ مستقبل مدربه بتسجيل الثنائية مانحا ثلاث نقاط غاية في الأهمية لأشبيلية ورفعت رصيده إلى 46 نقطة. وعبر المهاجم المغربي عن سعادته بتسجيل هدفين وقيادة فريقه للفوز ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني، مشيرا أنه سيواصل العمل لهز الشباك باستمرار. وصرح نصيري بعد مساهمته في فوز إشبيلية وصعوده إلى المركز الثالث في الليغا، أنا سعيد جدا بالهدفين وبالعمل الذي قام به مع الفريق، أنا سعيد أيضا من أجل الجماهير التي شجعتنا طيلة 90 دقيقة. وتابع في تحليل المباراة تقدمنا في الشوط الأول ثم تراخينا قليلا مع بداية الشوط الثاني ولهذا سجلوا علينا هدفين، لكن كان من المهم أن نواصل القتال حتى النهاية وجاء هدف الفوز.
تحدث المغربي ياسم الحساني اللاعب السابق لفريق زفولة الهولندي عن سبب انتقاله خلال ميركاتو الشتوي الماضي صوب الوكر القطري حتى نهاية الموسم الجاري، مؤكدا بأن هذا القرار كان لدوافع مادية صرفة. وكان صانع الألعاب المغربي شديد الشفافية بشأن انتقاله إلى قطر بعدما أفصح عن دوافعه الحقيقية أثناء حديثه لإحدى الصحف الهولندية، موضحا بأنه اختار احتراف الخليج للاستفادة ماديا من هذه التجربة. ويثير قرار احتراف اللاعبين المغاربي بالدورية الخليجية انتقادات كثيرة موجهة له من طرف الجماهير المغربية، لا سيما المناصرة من أهل الأسود ومن يطالبون نجوم الكرة بالاحتراف على مستوى عوض الركض خلف الأموال. ورغم ذلك فقد اختار البعض عدم التحدث عن ذلك، بينما يبرر آخرون اختيارهم من خلال بحثهم عن حياة أفضل بغية ضمان مستقبلهم من الناحية المالية ولو على حساب المشروع الرياضي. وقال بالحساني حول انتقالي إلى قطر: بالطبع أنا هنا للحصول على المال، لن أكذب بخصوص ذلك، يعلم الجميع أنه يدفع لنا الكثير من المبالغ، وإن كنتم تعرفون أي نوع من التسهيلات لدينا هنا في النادي فسوف تصدمون. الفرق ماليا مع هولندا كبير جدا، لأنه في الشرق الأوسط أحصل على أجر مضاعف لما كنت أحصل عليه في زفولة على سبيل المثال، وعلاوة على ذلك يتم دفع راتبك الصافي في قطر لأن الحكومة لا تفرض ضريبة الدخل هنا. وأضاف: لن تشاهدوا هذا في أي مكان في هولندا، وأنا أتحدث بشفافية، أنا صادق جدا، فمن الناحية المالية هناك فرق كبير جدا مع هولندا. وأصبح اللاعب يملك شقته الخاصة في الدوحة على بعد 15 دقيقة بالسيارة من نادي الوكرة، وقال بخصوص ذلك: يعيش منير الحمداوي وناصر الخياطي على جانبي، لدي اتصال يومي مع منير، لذلك لدي صديقان عرفتهما لفترة طويلة من منطقة روتردام، إنه شيء رائع، لقد أكلت مع الحمداوي ذات مرة وهذا سوف يحدث في كثير من الأحيان، ولكن خلاف ذلك لدينا جميعا حياتنا الخاصة. وعلى الرغم من ذلك فإن اللاعب لا يستبعد العودة إلى الإيردفيزي، حيث قال: أرى نفسي ألعب كرة القدم هنا لمدة 5 سنوات ثم أنهي مسيرتي، حتى لو لم أغلق الباب للعودة إلى هولندا سوف أشاهد كيف ستسير الأمور. بخصوص السلبيات التي وجدتها في الدوري القطري، أوضح اللاعب ذلك بقوله: في الواقع العيب الوحيد هنا هو أن القليل جدا من المشجعين من يأتون إلى ملعب، يفضل الناس مشاهدة المباراة في المنزل، يتم بث كل شيء في الآونة الأخيرة، كان بإمكاني مشاهدة مباراة الوكرة لأقل من 16 سنة مباشرة على التلفزيون، كرة القدم حية هنا لكن الناس يفضلون مشاهدتها من المنزل. وخاض اللاعب المغربي المذكور 14 مباراة رفقة زفولة خلال نصف موسم قبل الرحيل إلى الخليج العربي، وتمكن خلال من تسجيل 5 أهداف، وهو خريج أكاديمية سبارتا روتردام للشباب، ثم لعب في هيراكليس قبل انضمام إلى الكامار وإف سي غرونيخن. نفى حمزة الكواكبي لاعب المنتخب الأولمبي لكرة القدم وفريق بيانزي الإيطالي إصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه ما زال على واقع الصدمة بعد أن فوجئ بانتشار خبر في وسائل مغربية. وقال في تصريح خاص به سبورت إن خبر إصابته بكورونا مجرد إشاعة ولا أساس له من الصحة، مضيفا أنه مستغرب لانتشار هذا الخبر، كما تلقى اتصالات كثيرة من عائلته في المغرب للاستفسار حول صحة الخبر. وتابع قائلا: عائلتي منزعجة من انتشار خبر غير صحيح، إنه أمر مؤسف وأتمنى أن يتكرر ذلك. وكانت سبورت قد أكدت في وقت سابق لم يستطع أن يجري مباراة أخيرة للفريق بعد إصابته بالحمى والتعب، ليتم نقله إلى المستشفى. وأصيب 3 لاعبين في نفس الفريق بالفيروس الذي أرعب العالم في الأسابيع الأخيرة، فيما تأكد أن اللاعب المغربي حمزة الكواكبي في صحة جيدة. يشار إلى أن فريق بيانزي قرر منع لاعبيه من التدريب لأسبوعين بما فيهم حمزة الكواكبي الذي انتقل إلى الفريق خلال فترة الانتقال الشتوي الأخيرة على سبيل الإعارة قادما إليه من فريق بولونيا.